لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نحاول نهضر على البورص بالنسبه للطلبه القدام، وكذلك الطلبه الجداد امتى ياخذوا بطاقه ديال المنحه ديالتهم، وامتى غتصرف لهم الدفعه الاولى من المنحه الجامعيه. لهذا تبعوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر، ان شاء الله كل شيء غيستافد. كما عرفتوا وكما كان من المنتظر ان المنحه غتكون 15 جانبير في هذا الشهر، ولكن ما تصرفاتش، راه دازت عليها دابا 3 ايام. كما كان قال داك رئيس المنح اللي مكلف بالمنحة ان 15 جانفي هو موعد صرف الدفعة الاولى للطلبة القدام، انتم هذا التصريح ديالو، ولكن ما صدقش وما تصرفتش المنحة. ولكن قال بان السبب ديال التاخر هو عدم التوصل بالنتائج ديال جميع الكليات بالمغرب، لان بعض الكليات مازال يلا كيدوزوا الرطراباج الاستدراكيه، مازال ما سالوا. لهذا هذا هو السبب ديال التاخير ديال المنحه، ونكونوا متاكدين ان المنحه غتخرج اواخر هذا الشهر 12 ان شاء الله، او البدايه ديال شهر 1. كل دفعه كتخرج بنهار الجمعه، ولهذا كونوا متاكدين اخر جمعه ان شاء الله في شهر 12 او الجمعة الأولى في شهر 1 غادي تخرج إن شاء الله المنحة. وكاين واحد 6 باش تأكدوا بأن المنحة خرجت لكم، بلا ما قتسولوا أو يكذب عليكم شي واحد أو تشوفوا شي إعلان بأن المنحة خرجت. هاد 6 تخليه براسك، غتشوف إلا لقيتي واحد تويشي أنا نوري عليكم راه خرجت لك المنحة وخرج لك الشطر الأول. وبالنسبه للطلبه الجداد غادي تاخذوا المنحه ديالتكم في شهر 1 ان شاء الله، في المنتصف ديال شهر 1 كيف ما قلنا، وغير يسالوا من طبع ديال بطاقه منحتي غادي يتلونص واحد الاعلان في الكليه اللي تسجلتوا فيها، وغادي كل واحد يحددوا له النهار فين غياخذ البطاقه ديال المنحه ديالته. لهذا غتنتظروا داك الاعلان، وكونوا متاكدين ان شاء الله نصف شهر 1 غادي تاخذوا البطاقه ديالتكم وغادي تشدوا الدفعه الاولى. ودابا غندوزو لداك السيت اللي كنت قلت لكم باش تعرفوا راسكم واش تقبلتوا في المنحه او لا، واش دازت لكم المنحه او لا ما دازت. السيت تخلي لكم في صندوق الوصف ديسكريبشن. المهم خوتي هذا هو الرابط، فاش غتدخلوا لي غيطلع لكم بحال هذا الشكل هكا، تهبطوا شويه لتحت اجيو لهاد الخدمه ديال المنح، تكليكي عليها كما كتشوفوا السيت غيطلع لكم بحال هكا. ها تختار هنا السكل ديالك، تختار السكل الاول، تختار السنه فاش خديتي البكالوريا ديالك، وتختار او تكتب رقم المسار ديالك. من بعد الاخوان فاش غتسالي غدير روشير، غتهبط لتحت غتلقى 2019 2020، غير غتبدل هذا تلقاو هنا 2020 2021، غتعرفوا باللي المنحه راه دازت. هادي خاصها تبدل، غتلقاو هنا 2020 2021، غير تبدل هادي والسيتي ديروا ليه تحديث غادي تدوز ان شاء الله المنحه. غتهبط لتحت غتجي هنايا غتلقى الدفعه الاولى، وغتلقى واش عندك المنحه كامله او النصف في هاد الخانه هنا، تعرفوا واش عندك المنحه كامله او النصف. هادي انا كنت انا خديتها العام فيت كامله، ولكن هاد العام ما غاديش ناخذها لشي ظروف. خوتي هذا هو الفيديو، ما تنساوش واحد لايك وواحد ابوني وواحد تويشي حمرة تحت الفيديو، كليكي عليها الله يعاونكم ويسهل الامور وبالتوفيق ان شاء الله.